طيب وين كنا آخر مرة؟ تذكرت كنت عم تكذب. ما عم أتذكر البنت يلي حكيت عنها. هذا كل شيء واللي بعرفه قلته. طلع الصور بتثبت انه سيارتك كانت بمنطقة البحيرة ليلة 17 آذار. احكي لشوف شو كنت عم تعمل بمكان بعيد عن بيتك كل هالقد. خبرني شو عملت بهالوقت المتأخر. طلعت لحتى غير جو. شو فيها؟ يعني شمت الهوى صارت جريمة؟ يلا لشوف افتح تمك. مساك لقلها هو تحط له كمان حوض. بلعون لشوف. يلا بلعون. لا يلا افتح تمك لشوف. افتح يلا. ها سمراء انت منيحة؟ منيحة سيدي. ما فيني شي بس ما عم بقدر اتعود على شوفة التعذيب. آخر فترة بلشت حس اني اخترت مهنة غلط سيدي. سمراء روحي على شغلك. يلا. شو عرفك بهالقصة؟ كنت نسيانة. ليك اللي قدامك بيركز بشغله منيح يعني بيعرف شو عم يعمل. بصراحة ضليت وقت طويل عم دور على تصرفات وماضي وتفاصيل حياة كل حدا جبته لهون. بنصحك ما تشيل هالفكرة من بالك قبل ما تفكر تكذب علي. صدقني قلت لك كل شي بعرفه بس مو حابب تسمع غير الحكي اللي بدك اياه. تركني روح. آسف ما رح خليك تروح عبيتك بهالبساطة. لازم تتحاسب على الغلط اللي ارتكبته بالأول. فهمت؟ طلع فيني. احكي لي الحقيقة بالأول. خبرني شو صار. كنت بالنادي وتأخرت بالسهرة هنيك. قبل ما أطلع من المحل شفتها. انتبهت لي ووقتها طلعت فيني وابتسمت لي. حسيت قلبي وقف. شفت البنت اللي كنت أحلم فيها. كانت قدامي. دردشنا شوي وتعرفت عليها. كنت حابب نكفي السهرة سوا بس ما وافقت وقالت لي إنها تأخرت على البيت. طلبت منها رقم موبايلها. قالت لي بعطيك الرقم بعدين وراحت. بعد هالليلة صرت روح على نفس المكان لحتى أشوفها بس ما عاد اجت وما عاد رجعت شفتها. مو بدك الصراحة؟ هاي حكيت لك كل شي. هاد كل شي صار. عم تكذب أردا. اللي صار أكتر بكتير. ندمت إني تركتها تمشي. يا ريت لو تمسكت فيي أكتر كانت موجدة هلأ معي. عفكرة ما قلت لك اسم البنت. كيف عرفته؟ ما بعرف. يمكن سألت عن اسمها وقت شفتها. ما عم اتذكر. ما
بعرف كيف ذكرك لا تاكلها.